السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ ان شاء الله زينين بحسن حال طيبين. اليوم مثل ما تشوفون راح نروح نشتري البنت اللي ونبدل هذه السيارة العاوية، نطب هسه لهذا المكان. طبعا حاليا راح نروح حتى نشوف البنت اللي بالمعرض. انا اريد اشتري شفرليت يا اخي عالية، بس بطلت بطيئة، يعني بطيئة الى درجة. يوه يا البنت اللي، اصبر هلا بي. شوفوا شو اسمه يا اخي، والله خرافية. شوفوا الستيرن ويل وشوفوا التبريد الابي. طبعا هذه البنت اللي مثل ما تشوفون بيضة جاية ب90,000، عدي فلوسها. بس البي ام دبليو هذه بيش تقريبا $500,000. وبس هاي السيارات اللي عندهم، هذين السيارات يعني خايسات. فبسم الله خلنا نشتري البنت اللي. والله يا شباب تردون، صراحة تعبت وانا اجيبها، كلش تعبت يعني حقيقة. فطيني لايك والله لاجل هذا التعب، يعني والله والله. تدرون صار ايش كم يوم اجمع لها؟ يمكن البارحة، يعني صار تقريبا يوم ونص خلنا نقول. خلنا نرجع يا ابوي اكزت. شوف ولا اصبر، خلنا نحول الجير عادي، لان على فكرة انا احب الجير العادي، احب اللعب. خلنا نص الصوت من يمي عمود، تسمعون اتصل زين، تسمعون الصوت، تسمعون الصوت خرافي فتشي. اصبر خل يعني سرعتها ايش قد؟ يمكن توصل فوق 281، لا 281، مو فوق 281، حدا 281 حسب ما كانوا كاتبين، بس بعد ما ادري. والله شلون شطفت هذا بالطيارة، وشوف طيارة جت هنا بالحقيقة، يعني من يمي. الله والله ماكو تيربو. اويلي طيها. الله شوفوا الداخلية من السوق اورن. شوف شي، صبر خليني اسمعكم الصوت من تخليها على اول. صبر خليني اوقف هاي، سمع الصوت. طبعا هذا كان كل المقطع شباب. اتمنى ما تنسون اللايك والفيفرت والسبسكرايب. هذه السيارة مثل ما تشوفون والله شباب تعبت وانا اجيبها، وبس مع السلامة.